مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي أورو؟ ما هي ميزات أورو؟ ما هي أورو؟ هي أول لعبة قتالية قائمة على بطاقات NFT بأسلوب فني يتجاوز حدود ألعاب NFT التنافسية. ما هي ميزات أورو؟ تهدف إلى إحداث ثورة في صناعة ألعاب الورق القابلة للتحصيل من خلال تقديم طريقة لعب يمكن الوصول إليها وصعبة تحيط بNFTs عالية الجودة. من خلال دفع حدود ألعاب NFT التنافسية، تعد أوبيرون فرصة فريدة لاكتشاف أوبيرون ميتافيرس. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.